السلام عليكم حبايب قلبي، ايه عاملين ايه؟ وحشني كتير قوي. النهارده بقى هنعمل الخروب بطريقه حلوه وجميله، والخروب ده بقى فوائده تقويه الجهاز المناعي، التخلص من الام المعده، وكمان بيعالج قرحه المعده، وهيعالجني بقى من الحموضه الزايده اللي عندي الايام دي. ادعولي، ويوسع الشعب الهوائيه، ويخفف من الكحه اللي عندي بنتي. ادعولنا برضو احنا الاثنين ان شاء الله. معانا نص كيلو خروب، كوبايتين سكر، ومعانا العسلات اللي انا بحبهم. كل سنه وانتم طيبين. بصوا انا عامله ايه. يلا بقى نخش على الحل. هنحط الحل على النار، نولع النار، ونحط السكر، نحط الكوبايتين كلهم، مسخنة طبعا مياه جوه الكتل، مستنياه ياخد اللون المطلوب، وتمسكي الحلة برضو وانت شغالة عشان ما فيش حاجة تقع عليكي. نبتدي بقى ننزل المية، ننزل بقى بالخروب. انا غسلاه كويس قوي، نقلبه كده، اهم حاجة تجيبي من العطار النضيف اللي انت دايما تتعاملي معاه، وبرضو تغسلي كويس قوي. بصوا بقى يا جماعة، انا هبتدي اول ما يغلي كده اغطي عليه على درجة حرارة متوسطة، وهسيبه 3/4 ساعة. كده بقى استوى معانا، بصوا. نبتدي بقى ناخد الحلة بتاعتنا ونصب. حلوة قوي كده، بص الكمية. أول كوباية بقى هصبها ليكم انتوا. أول كوباية ليكم، احطها هنا عند فنانيس. اشرب يا فنانيس. كده الكمية دي اللي طلعت معايا، هاخد حبة بقى، احنا مش هنرميه بقى، هنستفاد منه. مفيش حاجة بتترمى عندنا. نحط بقى شوية لبن، رمضان بقى ايه، لازم نتغذى فيه كويس، وده جايبينه بفلوس والاسعار غالية يا جماعة، مفيش حاجة تترمي. ونضرب. كده بقى خدنا الخلاصة كلها، ما اقولكمش بقى على التقل والعسل والحلاوة.
نمسك المصفى دي كده. بصوا بقى الجمال، بصوا الطق، بصوا ده كله الناس بيرموه، احنا بقى ناخده ونشربه بألف هنا وشفا ونستفيد منه. بصوا ما تكونش على الريحة وطعم. هصفيه بقى وارجع اوريهولكم على الطبيعة. احلى كوبايتين خروف دول بقى ولا ايه؟ واحدة سادة ومركزة، لما تعوزي تعملي في رمضان اعمليه كل اسبوع وحطيه في ازازة، وبعد كده تزودي المية واحدة واحدة او زودي التلج، تمام؟ وباللبن بقى مفيد لاطفالنا، وكمان عشان يجدد المناعة زي ما قلتلكم ويحافظ على المعدة. وكل سنة وانتم طيبين، واحلى عصير، وبألف هنا وشفا على اللي هيشرب، وبألف هنا وشفا على اللي شاف. ويلا بقى مع ألف سلامة، يوم جديد وسعيد مع إيمي، مع ألف سلامة.